ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجة تمام وعال العال وميت فل و14. بقولكوا ايه، هو انتوا قريتوا رواية اسمها البشموري لسلوى بكر ولا لا؟ ما قريتوهاش. اللي قراها كويس. طيب ما قريتوهاش. طيب حد فيكم يعرف مين هم البشموريين؟ طيب حد عارف تاريخ المقاومة الشعبية المصرية ضد اي شكل من اشكال الاحتلال، الاضطهاد، اي حد يحاول يجي من بره يفتري علينا؟ المصريين ما كانوش بيعتقوه. البشموريين دول مصريين، مصريين من الدلتا، منطقه وسط وشرق الدلتا. بعض الكلام، ويمكن كان بيتحدث عنها المقريزي، يعني بعض الكلام هو كانت المنطقه بتاعتهم بتمتد تقريبا عند بحيره ايدكو كده ناحيه محافظه البحيرة. البعض الاخر قال لك لا، ده كانت بتمتد من ايدكو لحد تقريبا مناطق في محافظه الدقهليه، يعني مساحه واسعه. البشموريين واجهوا كل اشكال الاضطهاد العرقي والطائفي والاحتلال عظيم. ايه علاقه ده بقى بالحلقه بتاعت النهارده؟ اقول لك، اولا لازم تقرا عن البشموريين كويس جدا، لان ده جزء لا يتجزأ من تاريخ مصر في العصور الوسطى، ودي اظنها من المراحل التي يغفل المؤرخين المحدثين بتوعنا، يعني مؤرخين الحداثه بيغفلوا المرحله دي، والمرحله دي مرحله فيها يمكن نقط كتير جدا مجهوله او غير محققه قوي. الاوروبيين كتبوا عنها، بس كتبوا عنها من وجهه نظرهم. المقريزي كتب عن البشموريين مثلا، وكتب عن المرحلة دي، وده برضو كان مهم جدا. الكتابات فيها قليلة، ما هياش كتير، ولكن الباحث اللي بيبحث وهو مصر على انه يصل للحقيقة هيصل لحقائق مذهلة خليك ترفع راسك لفوق قوي 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 حول كفاح البشموريين او المقاومه المسلحه المصريه تجاه الاحتلال والاضطهاد في العصور الوسطى. وده هينقلك على مقاومه اخرى لو تفتكر كلمتك عنها قبل كده، الا وهي مقاومه المصريين في ثوره القاهره الاولى 1798 وثوره القاهره الثانيه 1801، واللي اجلت الاحتلال الفرنسي، واللي ما قدرش يستمر غير 3 سنين فقط لا غير، في سابقة لم تحدث أبدا في تاريخ الإمبراطورية التوسعية الفرنسية في الفترة بتاعة القرن الـ18 والـ19. فبيوري لك عظمة المصريين عاملة إزاي. أهالينا في مدن القناة، ومرة تانية هبقى أكمل لكم قصة البشموريين يعني، وأقول لكم اتعامل معاهم إيه وبتاع. أهالينا في مدن القناة هم شعب مقاوم، شعب مصري أصيل 100%، ما بيحبش يتلوي دراعه، يعني لا بيحب طبعا الاحتلال، واحنا عارفين تاريخ المقاومة الشعبية، تاريخ إسماعيلية وتاريخ السويس وتاريخ بورسعيد. أهالينا بقى في بورسعيد خدوا قرار يعملوا حملة للإحجام عن شراء وتناول الأسماك، فلتكن حملة على الإحجام، سميها كده، عايز تسميها المقاطعة سميها، سمي زي ما تسمي، مش دي القصة. لكن السؤال، يا ترى يا هل ترى أهالينا في بورسعيد عملوا كده ليه؟ والسؤال اللي بعده، وهل هذه الحملة وهو امتناع المواطنين عن شراء الأسماك هيؤدي إلى انخفاض أسعار السمك؟ طيب هل تجار السمك هم مغالين جدا في الأسعار؟ ما ده برضو حاجات كلها لازم 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 نطرحها، لانه على سبيل المثال لو افترضنا ان السمك كان سعر الكيلو بقى كان كذا، ثم بقت الحمله والنهارده اليوم الثاني للحمله تقريبا، فانخفضت اسعار السمك واصبحت كذا، ده معناه ان كان في مغالاه في الاسعار. طيب خليني اسال الاول، او يعني هنرحب بضيوفنا الاعزاء الاثنين معانا على التليفون، استاذ عبده رضوان رئيس شعبه الاسماك في بورسعيد، اهلا بيك يا استاذ عبده. أهلا بيك يا عامل ايه؟ كله تمام؟ والاستاذ وسام الصفتي منسق حمله الاحجام عن تناول الاسماك، ازيك يا استاذ وسام؟ اهلا وسهلا يا فندم، وازي حضرتك؟ سلام حضرتك والساده المشاهدين. صح وسلام وخير يا رب. حبيبي علينا جميعا. طيب خليني اسال الاستاذ وسام الاول، ايه الحكايه بتاعه الاحجام عن تناول الاسماك؟ ايه اللي جرى؟ اللي جرى ان احنا فجاه بدون اي مبررات ارتفعت اسعار الاسماك بطريقه باهظه. يعني النهارده لما اكون انا في مدينه ساحليه والمواطن الغلبان او محدود الدخل ما يقدرش ياكل سمك،
يبقى في مشكلة. مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة لما يوصل ثمن السمك شبار ل 200 جنيه ويوصل ل 180 جنيه والجمبري يوصل ل 300 و400 جنيه. شبار اللي طيب اصغر من كف الايد. شبار الاخضر الصغير ده. الحلو المبطرخ ده. ايوه. ده احنا كنا بنجيبه تسالي. 250 الله ينور على حضرتك. يبقى في مشكلة عندنا. النهارده لما انت النهارده تتكلم مع التجار وتبدأ تنزل للسادة البياعين تيجي تقول يا جماعة مش هينفع، احنا النهارده بلد ساحلية المفروض ان احنا اولى، احنا الاكلة اكلة السمك دي عندنا اكلة اساسية مش زي بقية محافظات مصر. يعني احنا النهارده مفيش بيت في بورسعيد مش لازم ياكل في الاسبوع على الاقل مرة ولا مرتين سمك. النهارده ما قلناش بنقدر ناكل بالاسبوعين سمك بسبب غلاء الاسعار. اسرة مكونة من 5 6 افراد لما نروح نجيب كيلو سمك 3 سمكات او 4 سمكات ب 200 جنيه يعني 2 كيلو ب 400 جنيه غير شويهم. لما يبقى الشبار ب 180 و200 امال البوري عندكم 250 والله يا استاذ يوسف. امال البوري عندكم عامل كام؟ ده انتوا ارض البوري. 180 160 130 دي اصبحت الاسعار بتاعت السمك. كان لازم يبقى فيه ستوب، لا كده في حاجه مش طبيعيه. نزلنا الشارع رحنا اتكلمنا مع البياعين حملوا الموضوع للتجار. رحنا اتكلمنا مع التجار قال لك لا اصل احنا كنا في رمضان والبوري والفسيخ والعيد ومش العيد والكلام ده. طب يا جماعه ممكن نكسب بس بما يرضي الله. قال لك لا مفيش الكلام ده ومفيش اسعار واللي مش عاوز ما ياخدش، في محافظات تانية هتاخد. وبالفعل قررنا وانا يعني يعني من الاخر عاجبكم كان بها مش عاجبكم هنطلعه حتة تانية بالظبط. وانا من خلال برنامج حضرتك انا قبل ما اتكلم في اي شيء انا بتوجه بالشكر لكل اهل بلدي محافظة بورسعيد من اصغر فرد لاكبر فرد على التجاوب والتعاون اللي شفته من اهلي. بصراحه ما كنتش متخيل ده هل الشكر واجب في كل الاحوال. انا احب البورسعيديه جدا. ربنا يبارك في عمرك. اصل احنا جيرانكم يعني انا امي وخلاني من دمياط فاحنا كلنا جيران. شرف لينا. فانا لا العفو ده اللي اتشرف. فالشكر دايما واجب، لكن هل انت دلوقتي بتشكر لانه حمله المقاطعه دي انت شايف انها نجحت؟ جدا فضل ربنا سبحانه وتعالى. عرفت ازاي انها نجحت بقى قول لي. بص النهارده البورسعيديه الجدعان لولاهم بعد ربنا انا مش هنجح. هي نجحت عشان هم كل الصفح كل الدنيا كلها كل الناس بلا بدون استثناء نزلوا على صفحهم. الجميل في الموضوع ان انت بتقول اهل دمياط، تحيه لاهل دمياط وتحيه لاهل المنصوره والاهليه واسكندريه والسويس وكفر الشيخ. هي الحمله وسعت ولا ايه؟ جدا. احنا لا 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 اصبحنا 12 محافظه مقاطعين الاسماك تماما. طب سؤال يعني مثلا الشبار وصل لكام بعد ما كان ب 180 و200 و250؟ شبار ايه النهارده الاسواق بعد اليوم الثالث؟ تمام. انا عاوز اقول لحضرتك ان مفيش سمكه دخلت بورسعيد، يعني انخفاض في اسعار الاسماك يتراوح من 50 ل 60%. الشبار الاخضر النهارده بالشوي وصل ل 100 و120 جنيه من 250 جنيه. البوري بمتوسط احجامه اصبح 70 90 100. الشخرم النهارده عندنا بقى ب 50 جنيه بعد ما كان ب 100. فالنهارده الحمد لله المواطن بدا يستوعب وبدانا نعمل حملات توعيه ان احنا اول يوم تم مقاطعه الاسماك ثاني يوم السمك هيبقى بايت فما تشتروهوش. فاليوم الثالث هيعفن فما تاخدهوش. هو ده كانت المبادره. وانا برضك عاوز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ يوسف، يعني احنا النهارده الحكومه مش هتعمل لنا كل حاجه، لازم احنا نبدا بنفسنا. يمكن دي كانت توجيهات السيد رئيس الجمهوريه، قال لك الحاجه الغاليه ما تشتريهاش. احنا عملنا الكلام ده وعمل صدى واسع جدا في كل محافظات. تعرف حمله مقاطعه السمك دي حصلت زمان يجي من 70 سنه في انجلترا وكانت من اشهر الحملات، فلانه برضو كانوا في فتره من الفترات غلوا عليهم السمك جدا 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 فخدوا قرار طب مش واكلين سمك بالظبط. وبعدين انت النهارده انا زي ما قلت لحضرتك انت في مدينه ساحليه، يعني انت النهارده حتى الـ الناس اللي بيجوا وافدين من جميع المحافظات عشان ياكلوا اسماك. لما انا النهارده ادخل سوق اكل اكله سمك وادفع 2000 و3000 جنيه حرام ليه؟ يا حرام. انا بناشد حضرتك واتمنى ان يتم الاستجابه من اهلي واخواتنا في القاهره وبالاخص
أصحاب مطاعم المأكولات البحرية، إحنا عاوزين نتمنى التعاون من القاهرة بجميع أنحائها، لازم يتم المقاطعة. وعاوز أقول لحضرتك أصحاب حاجة كمان، أصحاب المطاعم استحالة برضو هيخش في الحملة بتاعت المقاطعة، لأن يجي يقول لك أنا لو قطعت أنا اللي هخسر، ما المطعم مش هيشتغل. ما هو أنت هتاخد غالي وهتاخد سمك جودته مش ممتازة يعني. والحاجة التانية كمان أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، يمكن دي من خلال برنامج حضرتك، إحنا كنا قايلين إن المقاطعة هتستمر لمدة أسبوع من الأحد للأحد. فأنا بعلن مع سيادتك إحنا قررنا حتى يتم تخفيض الأسعار بما يرضي الله ويكون في المتناول جميع الفئات سواء الفقير أو متوسط الدخل أو محدود الدخل، إن إحنا كملنا في المقاطعة حتى أعياد الربيع في شم النسيم. الله. يعني مستمرين 16 يوم بدون شراء سمك. يا ساتر واستر يا رب. طيب خلينا ناخد معنا على التليفون استاذ عبده برضو، يعني نفهم منه. استاذ عبده رضوان رئيس شعبه الاسماك في بورسعيد، اهلا بيك مره تانية. اهلا بيك فندم. اهلا بيك. ايه اللي بيحصل عندكم في بورسعيد؟ الناس زعلانه وقاطعه. والله انا بشكر الاستاذ وسام صاحب المبادره الجميله ديت، وبشكر طبعا بلدي بورسعيد اللي ساعدتنا وكتفتنا ان احنا ننزل ال 50%. طب ما عملناش كده من بدري ليه قبل المقاطعه؟ ما انا بقول لك احنا كنا محتاجين المكاتفه ديت. ازاي؟ اشرح لي. ازاي يعني؟ ايه السر ورا الاسعار المبالغ فيها دي؟ ايه السبب؟ السر اللي هو الموضوع دوت، بالنسبه للتاجر بيبيع لصاحب المركب وبيبيع لصاحب المزرعه، بياخد منه هو عموله 6% تاجر الجمله. يعني جاب قليل، جاب رخيص السعر، هو ده عموله وبس. معلش اشرح لي تاني. السمك هيطلع عن طريق صحاب المراكب. اصحاب المراكب بيودوا التجار الجمله. حلو. واصحاب المزارع بيودوا التجار الجمله. حلو. وبتيجي البياعين بتاخد التجار الجمله بالمزارع. جميل. المفروض انه النسبه بتاعت تاجر الجمله اللي بياخد من صاحب المركب، المفروض يحط نسبه كام في الميه زياده على السعر؟ بياخد 6% حسب ما يبيع لصاحب المركب او لصاحب المزرعه. ماشي. وفي 6% الاخر الدخل لصاحب المركب او لصاحب المزرعه. كويس، ادي كده 6%. بعد كده تاجر الجمله يبدا يدي للتجار الاصغر عن طريق المزاد. وهو بقى التاجر الصغير ده اللي هو البياع الصغير، التاجر دوت بيشتري بالمزاد قدام تاجر الجمله، والصياد اللي هو صاحب المركب صاحب المزرعه بيتفرج على الشغل وهو بيتباع. ماشي. وحسن طبعا البياع طبعا تعرف المعروض دايما اقل من المطلوب الايام ديت. ليه؟ لان الانتاج قليل، فطبعا كل بياع له زبونه. عايز ده، عايز الكميه دي، عايز الكميه دي، عايز الكميه دي، فطبعا ده بيزود. بس استاذ عبده، حتى في عز الموسم يعني في نوفمبر وفي ديسمبر وفي يناير السمك غالي برضه. ما هو لو السمك يعني في عز الموسم الاقي السمك غالي، مش في الموسم الاقي السمك غالي، ما كده في حاجه غلط. المنتج، ما المنتج كتير، كل واحد ياخد كفايته، فمش هيجيب السعر هينزل. لكن لو الحاجه قليله بيزودوا على بعض. دي معادله مفهومه. اللي انا بقوله ايه؟ اللي انا بقوله ان احنا حتى في الموسم بتاع السمك في شهر 11 و12 ويناير بيبقى السمك كتير. ما مش مغطي وبرده غالي. مش مغطي احنا اصلا في بورسعيد رقم واحد عندنا اكل السمك. كويس. انا فاهم. ظهرت امتى؟ منبضه الاستاذ مسام لما عملها والشعب اتكتف معاها. بدأت الناس تخف أكل السمك، فلما خف أكل السمك وبدأ السعر ينزل لوحده. كويس. البياع ما عادش بيشتري لأن ما عادش هيبيع زي الأول. حلو. البياع دلوقتي طالما قادر إن هو يبيع الكيلو ب 250 بيقدر يبيعه ب 150. طب ما كان عمل كده من بدري. لا، هو طالما الزبون قبله وبياخده. فهو بيشتري. يعني هو أي افترا والسلام؟ لا بيشتري عشان زبونه عايزه. لو هو ما خدوش غيره هياخده. برضه هو مش فاهمني. مش فاهمني ده ما بيحصلش في الدنيا. يعني ايه؟ يعني اصل انا مش افضل اغلي طول ما الزبون بيسحب. دي حاجه غريبه جدا بتحصل عندنا. لا، هو في حاجه اسمها انه مثلا والله انا بنزل ابيع السمك في المزاد، انا كتاجر جمله انزل المزاد، فانا بحط السعر الاولاني بقول والله الطاوله على كذا، فببدا من سعر حنين. أيوه. تحصل المزايده. يقول له لا بكذا. ما هتحصل المزايده، مفهوم، الصبح بدري بتحصل المزايده. بس المفروض جدلا ان التجار
لما بيجي يزود ما انا ما بعليش في المطلق، عمال على بطال. يعني المفروض بفضل اعلي لبعد شويه احس انه ما ده مش هيتباع. صاحب المزرعه او صاحب المنكب المزرعه ما هيروح لواحد تاني، هيروح لبلد تانيه يشتغل. دي المشكله عندنا، لان الانتاج قليل. طب ما هم كده خسروا، واحنا ما هو كده هيخسر، السمك هيبوظ. المبادره ديت يعني فوت، يعني الحمد لله شعب مساعد اخد باله من الكلام دوت، والاستاذ وسام طبعا بسم الله ما شاء الله ده بالموضوع 10 على 10، وانا عارف اللي هو متابع يوميا في السوق. فبدات الناس الوقت اللي كان بيبيع مثلا 100 كيلو وقت يبيع 20 كيلو، فاصبح السمك بقى كتير، فلازم السعر ينزل. طب انتوا كشعبه مالكوش دور في مساله تحديد هوامش الربح؟ يعني والله احنا كجمله بناخد من المراكب ب 6%، لما نيجي ننزل في المزادات لو سمحتوا يا جماعه التجار ما يزودوش الهوامش بتاعتهم، يعني يا تاجر الجمله وانت في المزاد والتجار اللي موجودين في المزايده ما نزودش مثلا اكتر من 10%، عشان التاجر اللي هياخد هو كمان يعرف يبيع بسعر مهاود، فالمواطن يعرف يشتري بسعر مهاود. لكن هي الحكايه واضح انها متسابعه عشوائي، فيبقى هنا فين دور الشعبه في التنظيم؟ ما هو بعرض وطلب، البيع حسب العرض والطلب. العرض والطلب بيع. العرض والطلب ده جمله جميله بس مطاطه. يعني ايه؟ في حاجه اسمها العرض والطلب واسيبها، وفي حاجه اسمها ان انا عندي شعبه تقول للناس يا جماعه احنا هوامش الارباح نسبنا بتبقى كذا، ما بنزودش عن كده، وتلزم. عندك تقريبا اكتر من حوالي في بورسعيد فوق 1300 بياع. ماشي. مش هنقدر احنا مثلا خمس ست انفار شعبه نحكم بلد. مين اللي هيحكم البلد؟ الزبون اللي هيشتري طالما عامل اضراب السعر ينزل غصب عن اي حد. طيب سؤال. ده الحمد لله ده اللي حصل، وده اللي ريحنا عامه. يعني كويس. بعد ما تنتهي الحمله، يعني حمله المقاطعه دي تقعد اسبوع، تقعد اسبوعين، تقعد 16 يوم، هيجي عليها وقت وهتنتهي، هنرجع تاني على قديمه؟ لا المفروض بقى ان احنا ما شغالين دلوقتي احنا شغالين ان يبدا النسبه تبقى على الوضع دوت، ما تزيدش تاني، عشان نضمن انها تبقى المركب وصاحب المزرعه يتعود على الوضع ده. حلو. ايه الضمانه؟ احنا يعني معلش يعني حتى البيع، حتى بدل ما هيبيع مرتين لواحد في الاسبوع هيبيع خمس مرات. حلو، انا معاك 100%. اللي هيشتري المره يشتري الثانيه يشتري الثالثه. بص انا مبسوط من الحمله وسعيد بيها واشجع كل هذه الامور بصراحه، ضد اي حد جشع، يعني انا تمام. انا اللي بسال عليه هو انتوا هتقدروا تعملوا ضمانات ما علشان السعر ما يزيدش تاني؟ لان هو في نوع هيجي يقول لك كل سنه وانتم طيبين بعد ما تخلص. على مين دلوقتي عاملينه عشان بعد ايه بقى؟ مفيش حاجه جديده. ايوه ايه بقى؟ ايه الضمانه؟ الضمانه اللي احنا نثبت الاسعار على كده. هتثبتوها ازاي؟ ما انت قلت لي الشعبه ما تقدرش تحكم 1300 تاجر. لا انا بكلمك في الاول، فهي دي بدايه، خلاص الناس فائت. كويس، ماذا بعد؟ ماشي، وما تعملوش كده تاني عشان ما تقبصوش تاني. هم اتقبصوا دلوقتي خلاص. لا، في حاجه كده ناقصه. في كده حاجه ناقصه. طيب خليني هرجع مره تانية للاستاذ وسام لعلي يكون في دماغه فكره. يا استاذ وسام. أيوة. انا تخوفي بعد ما ينتهوا الاسبوعين او الستاشر يوم هيقعد التجار اللي بيرفعوا الاسعار يعني ايه متأدبين حبتين، اسبوع في التاني في التالت شهر ويرفع سنة ونرجع تاني ريما لعادتها القديمة. ده قلقي. لا هو مش هيتم بالطريقة دي تماما. يعني احنا النهاردة خلاص بقى عندنا وعي. احنا النهاردة برضك على قد ما احنا بنقول احنا هنبدا بنفسنا، لا بس النهارده لازم يبقى في رقابه. احنا هنعمل شراز التفاعل وهنسلم بعد كده الدفه لحمايه المستهلك، وهنسلمها للتموين، وهنسلمها لمراقبه الاسعار. احنا خلاص عملنا اللي علينا، حضراتكم لابد ان انتم تكملوا المسيرة. خلاص الموضوع ده احنا نزلنا لكم الاسعار اهو. الله ينور. احكموها على كده بقى. احنا عملنا كشعب ملحمة وطنية في التكاتف مع الدولة، ان احنا في ظل الظروف الاقتصادية عملنا مقاطعة. وخلي بالك استاذ يوسف، انا عاوز اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. الناس بتطالبني ان انا اعمل مقاطعات لمنتجات تانية. لا، هو النهاردة عايز اعمل مقاطعة للحمة. كفاية مقاطعة الاسماك دي، قد اعذر من انظر. زي ما بيقولوا كده، انت النهارده عملت حاجه كده فرقعه. كل من هو فكر يحتكر
منتج هيفوق لنفسه خلاص. لا ده الناس دي خسرت. لان عايز اقول لحضرتك حاجه، النهارده يمكن الحاج عبده عارف الكلام ده، احنا لليوم الثالث على التوالي ما فيش سمكه دخلت بورسعيد. وعاوز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، انخفاض الاسعار مش عشان هم يعني ايه، لا هم خسروا، هم فعلا خسروا. ما هو السمك مش هيتلج 3 4 ايام طبعا، ومصائب قوم عند قوم فوائده. النهارده بلوك التلج عشان عليه ضغط كتير يرتفع من 13 جنيه ل 25 جنيه. انت متخيل سيادتك الموضوع ماشي ازاي؟ انا كل يوم في الشارع اصحاب مصانع التلج مهيصين دلوقتي. الله ينور على حضرتك. فاحنا النهارده لا لا لا، الموضوع بس بيني وبينك هو ده برضه مش صح. يعني مساله انه بتاع التلج يحس ان هم محتاجينه فيرفع هو كمان الاسعار، ده شكل عشوائي ما يحصلش. احنا بقى عاوزين نوصل رساله. انا مشكلتي عشان برضك الناس اللي بتتابعني، انا مشكلتي النهارده مش مع البياع الغلبان اللي بيجيب طاوله ولا طاولتين يطلع له ب 200 ده غلبان، ده على باب الله، ده على باب الله. انا مش بتكلم في كده، انا بتكلم النهارده انا عاوز الموضوع يبقى فيه. يعني انت النهارده لما ربنا يكرمك، انت ايه اللي بيخليك تشتري ثلج عشان السمك ما يتباعش كله؟ انت النهارده لما هتكسب هامش ربح بسيط، النهارده مفيش حاجه هتتبقى معاك لتاني يوم. صح. كل المواطنين هيشتروا النهارده، هتبقى دايره ماشيه معانا، سلسله دايره. وبعدين حضرتك النهارده بياع السمك، بياع السمك اللي عنده عشان يروح يشتري فراخ، وبياع الفراخ بيروح يشتري لحمه. فهي احنا كلنا بنكمل بعض. طب سؤال يا استاذ وسام، سؤال اتفضل يا فندم. تفتكر انه المشكله بتبدا عند مين؟ هل بتبدا عند تجار الجمله اللي بيفتح المزاد على عالي؟ لا، هي المشكله مع احترامي لحضرتك ماهيش في تاجر. المشكله كلها في عدم الضرب من الحديد. يعني انا النهارده لما الزم البائع بوجود تسعيره ومحدش يقدر يتلاعب في الاسعار، انا متفق معاك، متفق معاك. لكن برضو انت شايف ان تجار الجمله بيفتحوا المزاد على عالي، ولا اصحاب المراكب هم اللي بيبيعوا السمك، او صحاب المزارع بيبيعوا السمك على عالي، فيجي تاجر الجمله هو كمان يروح فاتح المزاد على عالي، يجي التاجر يروح هو شاري بالغالي فيبدا يدي للصغيرين بسعر غالي، فتبقى السلسله لحد ما توصل لي وتوصل لك غاليه. هقول لحضرتك الموضوع ماشي ازاي. النهارده فتح السوق على مصراعيه خلى كل الناس بقت بتبيع سمك. يعني النهارده انت كنت تنزل بورسعيد زي ما الحاج عبده قال لك كده، كان عندنا حصه سمك معروفه، عندنا كام تاجر بيبيعوا سمك، الدنيا معروفه تمام. النهارده كل اللي ملوش شغلانه جاب بوكشتين ثلاثه ووقف بحهم، فبقى عاوز ده سمك وده عاوز سمك، والتاجر مصلحته انا بشتغل في مزاد، انت النهارده هتاخد مني ب 10 قروش، في غيرك هياخد باكتر شويه، انا يهمني مصلحتي. واما باجي اكلمه، يعني انا ما جيت اتكلمت الله اصل العماله، واصل مش عارف الجاز، واصل مش عارف ايه، مع ان انت بتكسب كويس جدا. يعني انت النهارده قلل هامش الربح بتاعك، ربنا هيكرمك وهيراضيك وهتبيع لناس كتير. طبعا هو المشكله كلها صدقني والله يا استاذ يوسف، احنا من جوانا لو 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 احنا قلبنا على قلب بعض، وان شاء الله ده اللي هيتم، احنا مش هنسمح لحد يستغلنا ابدا ابدا. طب سؤال بقى، لما قطعتوا السمك، هل تجار الفراخ واللحمه رفعوا اسعارهم؟ النهارده حصل الكلام ده. يعني انا قبل مقاطعه الاسماك، البورصه النهارده بتاعه الفراخ كانت معانا لحد 78 جنيه، وبالفعل يمكن انا كنت نزلت لبعض المحلات بتاعه الدواجن في بورسعيد واتكلمنا معاهم، الناس مشكوره، قالوا عشان خاطر ان احنا نقدم حاجه لشعب بورسعيد هنبيع بالتكلفه وهنساهم معاكم بمكسبنا على الفور. حركه حلوه. مشت المبادره دي لمده 3 ايام. وبعد كده فوجئنا النهارده ان الفراخ النهارده ب 78 وب 79 جنيه في البورصه. عقبال ما تزود عليها عربيات وعماله والكلام ده وتوصل للمستهلك، هيبقى النهارده سعر الكيلو الفراخ البيضه 82 83 جنيه. فده لازم هنبدا بقى رسميا نتعامل بشكاوي، مش هنعمل مقاطعه للفراخ. هنبدا نشتكي رسمي. وعاوز اقول لحضرتك حاجه، انا امبارح دشنت او نوهت على مبادره لمقاطعه البيض ان لم تستجب البورصه خلال 24 ساعه. بيض المائده. البيض المائده النهارده وصل سعره ب 170 جنيه. يا سلام. تخيل حضرتك البيض اللي كنا بنجيبه ب 30 و 40 جنيه، كرتونه البيض عندنا في بورسعيد ب 170 جنيه
ودي حاجة عمري في حياتي ما تخيلتها ولا شفتها. ده سعر العلف نزل، الحاجة اللي في المينا خرجت، يعني ليه؟ عشان ايه؟ ده سؤال احنا قلنا كده امبارح، يا جماعة احنا هنهملكم عمر 24 ساعة. لما كلمت الناس المسؤولين في البورصة قال لك سعر البيض في البورصة 140 تطلع للمستهلك ب 145. النهاردة ما فيش حد ملتزم، فلازم يبقى فيه رد فعل شديد شوية. احنا صح. الحمد لله زي ما قلت لحضرتك مبادرة السمك الحمد لله نجحت، وانا بقول لحضرتك حاجة برضك دي على مسؤوليتي. قول. ان شاء الله احنا ان شاء الله عيد الربيع بإذن قدامنا الله. مثلا حركة 12-13 يوم تمام يا فندم. بعد شم النسيم كل انواع الاسماك بلا استثناء هتقل 50-60% من ثمنها. قادر يا كريم، قادر يا كريم بإذن الله تعالى. بإذن الله، بإذن الله تعالى. أنا بشكرك يا أستاذ وسام، استمروا زي الفيلم كده سيريا نورماندي، وبرافو عقبال عندنا هنا في القاهرة. أستاذ عبدو نورتنا، أستاذ عبدو رضوان، حاج عبدو رضوان رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد، نورتنا، ألف شكر ليكم جميعا. عرفت ليه بقى بدأت لك الحدوتة بإزاي المصريين مقاومين؟ محدش بيعرف يكسر إرادة المصريين. لعل بنيامين نتنياهو واصحابه يفهموا لما نقول لك ما تخشش رفح، ما تخشش رفح، انت حر. فاصل ونكمل الكلام. احنا عندنا حتة تقرير عامله بقى المركز الإعلامي لمجلس رئاسة مجلس الوزراء، تحفة، وهنبقى نستعرضه مع بعض. طيب زي ما كنت بقول لكم بتكلم مع زميلاتي في نشرة أخبار التاسعة قبل ما نبدأ على طول، إنه خلاص احنا 25 إبريل عيد سينا، الاحتفالات بالذكرى تقريبا احنا كده 42 سنة على عيد تحرير سينا. فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي طبعا وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر. عايز أستأذنكم هنشوف تقرير، لا ده غير التقرير اللي أنا بقول لكم عليه بتاع المركز الإعلامي. تقرير المركز الإعلامي بقى على إيه؟ على إزاي أرض الفيروز كما تسمى دائما شبه جزيرة سيناء بتجني ثمار الاستراتيجيات الكبرى، المشروعات العملاقة، استراتيجية الأمن والتنمية. يعني كانت لازم سينا تبقى آمنة حتى نستطيع أن ننميها، وده اللي حصل من الدولة المصرية في 10 سنين. هنشوف الأول التقرير ده، وبعد شوية هتكلم معاكم على التقرير بتاع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوري لك سينا كانت فين وخلال العشر سنين راحت فين. وبالمناسبة سينا كانت فين حتى قبل 2011؟ يعني هي كانت فين من الدولة؟ كانت فين من نظرة الدولة؟ للأسف الشديد لم تكن مرئية خالص. المواطن المصري اللي في سينا لم يكن يحصل على خدمات تقريبا، مش أقولك الخدمات الكافية، تقريبا. الأرض كانت متروكة، فلما حصل محاولات الجماعات الإرهابية والمتطرفة للسيطرة على سينا ده تقدر تعتبره أنه شيء طبيعي في متوالية كانت بتتعامل أو توالي كان بيتعامل، هذا التوالي كان بخصوص سينا أنه وكأنها أرض فضاء، عامل زبط كده زي اللي جايب حتة أرض ونسيها وفاكر أنه كده بيسقعها، فراح جاي له واحد وحاطط إيده عليها. الإرهاب كان هياخد مننا سينا. لولا الجيش المصري مكناش هنبقى شايفين سينا بالشكل اللي هيستعرضه قدامكم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء واللي احنا هنعرضه مع حضرتكم. بس خلونا الأول نشوف هذا التقرير حول فخامة الرئيس ونرجع نكمل الكلام. We'll be right back.
تانية. تعالوا نشوف مع بعض يا سادة الكرام اللي كنت بقولك عليه، وهو التقرير أو الإنفوجراف التقرير المعلوماتي اللي عمله المجلس، آسف، اللي عمله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. طيب، في معلومات شديدة الأهمية، وأنا زي ما كنت برضو بتكلم حالا أو من شوية مع زميلاتي من حوالي نص ساعة أو أكتر شوية، على أهمية أنه الناس تعرف إيه اللي حصل في سيناء. افتح يا سمسم، افتح يا زيمة، تعالوا بقى نشوف عندنا إيه. بصوا يا جماعة، زي ما بقول لكم كده، هو العنوان بتاعه أرض الفيروز، تجني ثمار تنفيذ استراتيجيات الأمن والتنمية خلال 10 سنين. التقرير أو المركز الإعلامي وصف التقرير بطفرة غير مسبوقة ومشروعات عملاقة على سيناء ومدن القناة. البعض لازم هيتساءل ويقول لك، ومين اللي يقول أنها طفرة ومشروعات عملاقة وأنها غير مسبوقة؟ أقول لك، اللي يقول الكلام ده هو الحقيقة والأرقام. يعني إيه الحقيقة والأرقام يا جماعة؟ يعني أحد زي حالتي أو زي يمكن كتير من حضراتكم راح لسينا قبل 2011، إذا كان في حد كان بيروح شمال سينا مثلا، فأنا كنت دائم الذهاب لمحافظة شمال سينا وتحديدا مدينة العريش، بروح مع أسرتي، أمي وأختي وكده وأنا صغير، وبروح لصديق عمري محمد أحمد يسر البولك، مهندس محمد أحمد يسر البولك، كنا نروح نقعد عندهم في البيت، يعني كانت شلة المدرسة كلها براشوتات على البولك طول الوقت، أتمنى يكون شايف. المهم، يعني سينا كانت حاجة تانية خالص، غير اللي موجودة دلوقتي، اللي أظن إحنا كنا هناك، يعني كنا مجموعة من الزملاء الأعزاء مع الشركة المتحدة، ورحنا شفنا عشان كنا رايحين على المعبر، بس طبعًا شفنا العريش، شمال سينا، الشيخ زويد وما إلى ذلك. المسألة اختلفت تماماً. أنا مش بكلمك على القضاء على الإرهاب بس، أنا بكلمك على التعمير. عندما امتدت يد العمران، هنا لازم تسأل، وليه امتدت يد العمران دلوقتي؟ ليه لم تمتد يد العمران 30 سنة؟ ليه؟ بمنتهى البساطة والوضوح والجلاء وبتبسيط غير مخل بالمعنى، عشان ما كانش فيه اي اراده قبل كده. انا اجزم، ما كانش فيه اراده. ما لا استطيع الجزم بيه، ما لا استطيع الجزم بيه، انه كان هناك تعمد لترك سينا كده، بس لا استطيع الجزم، لاننا من ابناء الحقيقه والرقم. بص الحقيقه بتقول ايه. الحقيقه هنا وارده على السنه الجماعه الاجانب، لان في ناس تحب تسمع الاجانب زي ما هم بيحبوا كده يستقوا بالاجانب. طيب بص يا سيدي، مجموعه اوكسفورد الاعمال، الحكومه البريطانيه نفسها في التقرير بتاعها سنه 2024. ايه تاني يا سيدي؟ استنى لما اشوف لك كده مكتوبه، لانها مش باينه هنا هو على الشاشه. إليساندرو فوسكاتس، الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر في 2023. حلو. شركة أجيلتي، مرونة. وبعدين عندك اتفاقية الأمم المتحدة، شفت اللي أنا بقوله، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ 2023، وخدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي. بيقولوا إيه الناس دول؟ نبدأ بأوكسفورد، وهم بيقولوا إنه بتعمل وزارة السياحة المصرية على مبادرة سياحية كبيرة تعرف باسم مشروع التجلي الأعظم. طبعا حضراتكم عارفين التجلي الأعظم لم يحدث على أي بقعة من بقاع الأرض إلا على شبه جزيرة سيناء، وتحديدا على جبل الطور، جمهورية مصر العربية. فمصر لأول مرة يحصل إنه يبقى فيه إرادة إن أنا أعمل مشروع عملاق للتجلي الأعظم. ده المكان الوحيد اللي ربنا سبحانه وتعالى عز وجل من فوق عرشه العظيم الذي استوى عليه، فرب العزة سبحانه يتجلى على الأرض مرة واحدة في حتة واحدة عندنا في مصر. إزاي محدش يفكر يعمل مشروع سياحي عملاق متعلق بالمنطقة دي؟ دي منطقة حجيج، ده اللي رب العزة وصفها في القرآن الكريم مباشرة: يا موسى اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. الأرض دي اللي يمشي عليها يخلع نعليه. أرض اسمك الوادي المقدس طوى، أرض زيها زي دار العبادة، لا تدخلها وأنت ترتدي نعل. فين؟ مصر بس.
فده اللي بتقول عليه مجموعة أكسفورد للأعمال في 2023، وقالوا يا جماعة هذه المبادرة هتهدف لتطوير المواقع في شبه جزيرة سيناء لجذب السياحة الروحية، طبعا بطبيعة الحال هنا بقى بيتخللها الترفيهية للمنطقة، وده في إطار الجهود. طيب الحكومة البريطانية قالت إيه؟ وخلي بالك الحكومة البريطانية عادة ما بتتكلمش عننا كلمتين حلوين يعني، فده بيبقى من ضمن التجليات لما الحكومة البريطانية تقول علينا كلمتين حلوين. 2024 قالوا إيه بقى؟ قالوا مصر بتتخذ تدابير أمنية إضافية لحماية منتجعات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والمناطق السياحية اللي على البحر الأحمر، وبتقوم قوات الأمن بإجراء الفحوصات الأمنية والروتينية على المركبات والمطارات، ولم يقوموا بانتقاد هذه الإجراءات لأن هذه الإجراءات من شأنها تأمين السائح وتأمين المواطن المصري وتأمين اقتصادي عن طريق هذا الرافد السياحي الهام والعظيم. وزي ما حضراتكم عارفين السياحة أسرع رافد يجيب لك فلوس وأكثر الروافد هشاشة. طيب تعالى نشوف، احنا لسه عملنا حاجة محمود كفيت ايه، تعالى نشوف، انا ما قلتش حوله لو سمحتوا الصفحة الاولى تاني. تعالى نشوف إليساندرو كان بيقول ايه. بيقول ان محطة الالواح الشمسية اللي في مطار شرم الشيخ الدولي شهادة على الالتزام بتعزيز حلول الطاقة المستدامة، ويمثل هذا الانجاز خطوة اخرى نحو تحقيق مستقبل اكثر خضرة لمصر. أجيلتي مرونة بيتكلموا على المنطقة الاقتصادية وقد إيه أن مصر قدرت أنها تعمل جهد كبير جدا فتصبح لاعب رئيسي، ده شركة أجيلتي، لاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي. التقرير بتاع أجيلتي بيتكلم على إزاي مصر قدرت تعمل سياسات وخطط مرنة للجاذبية الاستثمارية. هنا ممكن أقولك ما عنديش أي مشكلة على الإطلاق في أن احنا ننقل على الصفحة الثانية، لأنه هتلاقي الكلام بتاع الكونجرس ما هوش بعيد عن كلام الحكومة البريطانية في شيء الاستثمارات والمقاومات الصناعية الضخمة اللي حاصلة في سيناء. ألخصها لك عشان خاطر محمود. بص يا سيدي، أنا عندي مشروعات تقريبا وصلت ما بين 23 و 24 اللي احنا لسه يدوب اهو في الاسبوع الاخير من شهرها الرابع 58.8 مليار جنيه. انت بتتكلم على 10 اضعاف زيادة الاستثمارات اللي حصلت في سنة 13 و 14. يعني انا في العشر سنين ضعفت استثماراتي في سيناء 10 سنين. امال قبل 13 كان في ايه؟ ماشي، تعال نشوف المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر عاملة ازاي. انت بتتكلم على 2.4 مليار قروض تم تقديمها في فبراير 24 بالتحديد، ده على سبيل المثال. اقفز بيك ونروح على مثلا 5951 مشروع تم تمويلهم. طب بيوفروا كم فرصة عمل بقى دول؟ بيوفروا حوالي 44,000 فرصة عمل لحد شهر فبراير 2024. هل انا كده خلصت؟ لأ، أنا لسه عندي قد كده كتير جدا من فرص العمل اللي هنقدر نقدمها جوه سيناء، سواء إذا كانت شمال سيناء أو جنوب سيناء. طيب أنا عندي فرص استثمارية تقريبا حوالي 377 فرصة استثمارية على الخريطة بتاعتي منذ إنشاء ووضع ملامح هذه الخريطة في سنة 18. طب صناعة، عندي 180 فرصة صناعة جاهزة، عندي 3 مراكز لخدمة المستثمرين هناك تقدر تخلص حاجتك خلاص، مركزية ان انا لازم انزل العاصمة علشان اخلص الورق بتاعي. لا، مش لازم تنزل العاصمة وانت هناك تقدر تخلص الحاجات بتاعتك. المشروعات الصناعية الكبرى اللي موجودة هناك هتلاقي بقى فيه اللي ب 2.9 مليار واللي ب 805 مليون وب 727 مليون و 403 مليون. احنا بنتكلم على مجمعات صناعية وبنتكلم على انتاج الرخام وبنتكلم على انشاء مجمع الرخام في منطقة الجفجافة، يعني بنتكلم على زيادة الطاقة الانتاجيه لمصنع اسمنت العريش. احنا بنتكلم على مشروعات كبيره تشغل الناس وتعمل لي ميزات اضافيه للاقتصاد بتاعي، تكفي لي السوق المحلي وتفيض باذن الله ثم نصدر. تعالى ناخد اللي بعده، صفحه 3. طيب المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس يا جماعه، احنا اتكلمنا عن المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس يعني اقول لك سنه 16 و17 كنا بنتكلم على إيرادات تقريبا حوالي 2.8 مليار. حلو؟ طيب 23 في العام المالي بتاع 22-23 أنا وصلت ل 6 مليار، يعني عملت نسبة زيادة قد إيه؟ عملت 114.3% مثلا. طيب
تعال نشوف إيرادات قناة السويس بعد افتتاح قناة السويس الجديدة. قناة السويس بالحقيقة والأرقام وبالدولار، مش هقول لك بالمصري، احنا كنا بنحقق في 2014 5.5 مليار دولار، في 2023 الحمد لله والشكر لله ما شاء الله 10.3 مليار دولار. يعني انا جالي زيادة نسبة ايرادات قد ايه في قناة السويس بسبب قناة السويس الجديدة؟ 87.3%. ده عشان عملت قناة السويس الجديدة، عشان عملت أعمال تكريك وعمقت قناة السويس الجديدة وقناة السويس التاريخية القديمة، عشان أنا قاعد عمال بشتغل طول الوقت علشان أعظم من إيرادات هذا الرافد العظيم. 10.3 مليار دولار ما شاء الله. طيب مشروعات صناعية بقى، أنا بتكلم على إجمالي استثمارات وصلت لـ 7.5 مليار دولار في مجمع البتروكيماويات في العين السخنة، أنا بتكلم على 240 مليون دولار في استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية، أنا بتكلم على 6 مليون دولار حجم الاستثمارات بتاعت المرحلة الأولى في مشروع بلاتينوم الهندية، بتكلم على 35 مليون جنيه تكلفة استثمارية لمركز مرسيدس اللوجيستي بطاقة إنتاجية 12,000 عربية سنويا. ده بيوفر لي كتير، بيوفر لي تقريبا 85 فرصة عمل مباشرة و50 فرصة عمل غير مباشرة، ده باستثمارات 35 مليون جنيه بس. خش على اللي بعده. أنا عايز أقفز على بعض يعني الصفحات بحيث أن أنا أنهي هذا التقرير يمكن بسرعة، بس علشان إيه بقى؟ تعالي نروح صفحة 4، مهم قوي عندي صفحة 4 دي، هقول لك ليه. أيوة صفحة 4 يا جماعة، أنا عايزك ليه بقول لك مهمة. شوف إحنا عملنا مين؟ مصر عملت إيه لأولادها في سيناء؟ مصر عملت إيه لأولادها في سيناء؟ عشان لما نيجي نتكلم على المصريين في سيناء ونتكلم على إزاي أنا بستفيد مثلا من إنتاج الجديد في الغاز الطبيعي، فلاقي إن أنا عندي زيادة بنسبة 217.8 وال 218% نسبة زيادات أطوال خطوط الغاز الطبيعي. ليه بقول النسبة؟ بالمناسبة هو الرقم قدامكم كانت كام وبقت كام؟ أنا بقول النسبة عشان تحس بالفرق. سهل قوي إن أنا أقول لك مثلا كنا 3000 كيلو ودلوقتي إحنا 3226. لا بص النسبة بقت عاملة إزاي؟ 218% تقريبا زيادة. يا جماعة ده دفترة والله العظيم اللي كان حاصل دفترة. طيب 250% زيادة في عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، 331% و3 من عشرة نسبة زيادة المنشآت التجارية اللي تم توصيل الغاز الطبيعي ليها. انت عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان الناس ما كانش وصل لها حاجة. يا جماعة ده كانوا كلهم 1056 منشأة، وصلنا الغاز ل 4550 منشأة تجارية. انت متخيل؟ طيب نسبة زيادة الوحدات السكنية اللي وصلنا لها غاز طبيعي 68%، لانه مشروعات انتاج الغاز والغاز اللي بالمناسبة في وقته اكيد هنتكلم عنه، ابرز مشروعات انتاج الغاز الطبيعي هي مشروع تنمية حقل ظهر بال 2.4 مليار قدم غاز او قدم مقاعب غاز يوميا متوسط انتاج المشروع، وعندي مشروع تنميه حقول شمال سيناء ب 100 مليون قدم مكعب غاز يومي. انا بتكلم على مراكز تحويل الغاز اللي زادت بنسبه 80% يا جماعه. طيب تعالى اخد لك برضو حاجه لطيفه جدا 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 جدا، يعني عايز طبعا اتكلم على الكهرباء وعايز اتكلم على الطاقه المتجدده وعايز اتكلم على كل ده، يعني عايز اقول حاجات كتير قوي. طب تعالى ناخد اخر سلايد خلاصات. استنى لا بلاش، ممكن اخد اتنين. طيب يعني اخد مثلا ممكن اخد 11 و12 عشان التعليم مهم قوي، العلم نور. طيب 11 ايوه فر بسرعه يا زيمه كده، نمره 10 المنظومه الصحيه المتكامله نتكلم عليها ده مما لا شك فيه، بس ممكن نخش على 11. يعني المنظومه الصحيه الحقيقه حدوته التعليم، العلم نور. طيب التعليم قبل الجامعي 22% زياده عدد المدارس، احنا كنا عندنا 2530 مدرسه، انا بكلمك هنا على، خد بالك ده كل ده سينا مدن القناه، هذا التقرير اللي بوزل فيه جهد رائع الحقيقه من المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، احنا بنتكلم على سينا ومدن القناه
كانوا 2530 مدرسه بقوا 3094 نسبه زياده 2.3. طب شوف عدد الفصول زادت ولا ما زادتش؟ زادت تقريبا 16%. طيب عدد المقيدين في المدارس زادوا 40%. طب الجامعات الحكوميه والخاصه اللي تم انشائها، انا كان عندي هم 4 جامعات لحد 2014، بقوا 6 جامعات، يبقى انا زدت كام؟ سهله دي، 50%. المدارس الياباني لأول مرة أعمل في سيناء ومدن القناة مدارس ياباني، عملت هناك 7 مدارس. ما أنا عندي مدن القناة 3 وعندي سيناء محافظتين، يبقى كده كام؟ 5، صح؟ لا، أنا عملت 7 مدارس. عندي مدارس تكنولوجية تطبيقية اللي هي المدارس الحديثة دي الجميلة اللي كلنا بنتكلم عنها، 4 مدارس. المدارس الثانوية اللي مدت لها بقى كابلات الفايبر اوبتكس ومش عارف ايه وحلق الالياف الضوئية والكلام اللطيف الحلو ده اللي يسرع لي استخدامات الانترنت ويسرع لي الكاباسيتي، انا وصلت لحد 138 مدرسة ثانوي. انا وزعت مصر وزعت 116,000 جهاز تابلت لطلاب المرحلة الثانوي. اقدر اكلمك عن التعليم كتير، دي ارادة يا جماعة، دي ارادة. احنا كنا قبل كده مش عايشين، خلينا نبقى واقعيين وفاهمين ونقول الكلام ده بجد، لازم نبقى بنواجه. ايوه احنا ما كناش عايشين. يلا طيب صفحة 12، التنمية السياحية والثقافية اللي بتحصل في سيناء، احنا بنتكلم على متحف في شرم الشيخ تكلفته 812 مليون، بنتكلم على تطوير الكورنيش في طور سيناء 40 مليون، بتكلم على قصر ثقافة شرم الشيخ 38 مليون، بتكلم على قصر ثقافة العريش 35 مليون، بتكلم على إنشاء ممشى أهل مصر في طور سيناء ب 10 مليون، إعادة افتتاح متحف السويس القومي بعد إغلاقه من سنة 2011 فتحته في سبتمبر 2014، بتكلم على في اغسطس 2015 عملت اعاده افتتاح لمتحف اثار الاسماعيليه، بتكلم على تطوير شامل كامل لمدينه شرم الشيخ فحولت الى مدينه سياحيه مستدامه بيئيا، بقت فخر لكل مصر بنتباهى بيه كده، نشان قد كده على صدرنا قدام كل دول العالم. بالمناسبه مدينه امنه 100%. تاني، شرم الشيخ مدينة آمنة 100%. وهنا أتوقف وأرحب بأستاذ المهندس ناجي إبراهيم رئيس جهاز تعمير سيناء. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يوسف، وكل سنة وانتم طيبين ومصر كلها بخير، وأنا سعيد إن أنا معاك وبتفرج على التقرير الممتاز اللي بينقل صورة واقعية وحقيقية عن سيناء وما تم تنفيذه فيها في خلال 10 سنين اللي يكاد يصل الى المعجزه. والله يا ناجي بيه، يعني اولا انا اشكرك لان انا اللي اتشرف، اتنين زي ما نقول كده العيد عيدك، الحاجه الثالثه هو التقرير بذل فيه جهد رائع من المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، وزملائي الاعزاء الحقيقه بذلوا برضو جهد رائع جدا في ان احنا نقدر نعرضه بهذا الشكل. بس هنا هدخل بقى بانه العيد عيدك، عملنا كل ده ازاي في 10 سنين بس يا ناجي بيه؟ هو في بس بعد اذن سعادتك تصحيح بسيط. ارجوك. انا المهندس ناجي ابراهيم محمد رئيس منطقه تعمير شمال سيناء. شمال سيناء، ايوه. اللي جاهزه لجهاز تابعه لجهاز تعمير سيناء. تابعه للجهاز، مظبوط. احقاقا للحق لان جهاز تعمير سيناء اللي هو المصطفى. طبعا. رئيس جهاز تعمير. غني عن التعريف طبعا. سعادتك بالنسبه ده تم ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك في اراده سياسيه من 2014 كانت بتشتمل عن مشروع قومي متكامل اعلن السيد الرئيس في 2014، مشروع قومي متكامل لحمايه وتنميه شبه جزيره سيناء على كافه الاصعده، حيث ان الاراده السياسيه بترى ان حمايه سيناء ووضعها الامني وخصوصا وضعها الاستراتيجي الجغرافي المميز اللي بربط بالبحر المتوسط وقناه السويس وخليج السويس والعقبه، فضلت عاميتها الاستراتيجيه للامن القومي المصري، ادى الى ان انبثق منها سياسه التنميه بتاعتها وحمايتها ازاي؟ ان ليست حمايتها فقط من على الوضع الامني بتطهيرها من الارهاب، طبعا بفضل اخواتنا بفضل الله وقواتنا المسلحه والشرطه الباسله واخواننا واهالينا المواطنين الشرفاء في سيناء، ولكن ايضا تنميتها حيث لا تترك فراغ جغرافي يطمع فيه الطامعون كما حدث قبل 2011. صح. واللي حدث في احداث 2011.
فأصبح مشروع قومي متكامل لحماية من طريق تنمية سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب، إنشاء مدن جديدة، مشروعات تنموية، مشروعات متنوعة في القطاعات السياحية، زراعية، تجارية، مد جسور التنمية ما ليست في سيناء فقط ولكن سيناء بالدلتا بربطها بباقي المحافظات. لو بدأنا أن تنمية سيناء فندم بدأت من الضفة الغربية للقناة والضفة الشرقية، من تنمية محور قناة السويس، تنمية المدن من عند الأنفاق والكباري، ولو أخذنا نتكلم عن تنمية سيناء هنبدأ في المحاور ومد جسور التعاون ومد جسور الربط بين سيناء وأهالينا وباقي المدن والمحافظات. أصبح النهاردة في أكثر من 6 أنفاق، عندنا كباري عائمة، عندنا طرق عملاقة ربطت سيناء، حيث تم تنفيذ في العشر سنين دول أكثر من 5000 كيلو من الطرق والأنفاق تم تنفيذها، رفع كفائتها. عندنا طريق النفق طابة، طريق المحور 30 يونيو، 8 مواني بحرية عملاقة، منها نويبع، منها بورسعيد، منها السخنة، منافذ برية وفي طابة وفي رفح وفي العوجة. عندنا النهاردة يفنم طريق رفح، طريق السكة الحديد، واللي هيتم بإذن الله افتتاحه أول مرحلة فيه من القاهرة إلى بير العبد النهاردة. لو دخلنا كمان انتوا بيتعمل عندكم كمان بيتعمل عندكم كمان خط سكة حديدة يطلع من طابة لحد العريش، من طابة لحد العريش ده المرحلة اللي هتستكمل، حيث يكون من القاهرة حتى يوصل طابة بإذن الله. يا عيني وتنمية يا عيني وشمال سيناء. شغل مبهر يا باشمهندس ناجي بصراحة، ويمكن أكتر حاجة مسببة لي إبهار مش حجم الشغل بس، حجم الشغل وارتباطه بإنه 10 سنين، وفي ظل ال10 سنين دول كنت أنا كمان بحارب الإرهاب. أنا بشكرك جدا مهندس ناجي إبراهيم، كل الشكر لحضرتك، ألف ألف مليون شكر، وألف مبروك مرة تانية، وعيد تحرير سيناء سعيد. طيب هو اللي كانوا بيحكمونا في ال30 سنة دول هم قروا أي حاجة لابن خلدون أو مقدمة ابن خلدون بس؟ أنا أشك إن هم يعرفوا ابن خلدون. اه والله هم كانوا يعرفوا الجرشينات. يلا طيب تعال اخدكم على حاجة مهمة. احنا عارفين في واقعة او خليني اقولك في فيديو انتشر انتشار مذهل مخيف كما يوصف دائما بالوصف الدارج والاكثر انتشارا، انتشار النار في الهشيم، وهو الواقعة بتاعت الشاب والفنان الكبير النجم الأستاذ أحمد عبد العزيز. والناس شافت الفيديو قعدت تعلق تعليقات شديدة الحدة وما إلى ذلك. أنا شفت الفيديو أول ما اتنشر، وأنا كل اللي في بالي والله العظيم أنا بكلمكم بأمانة، استحالة استحالة، أكيد 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 أستاذ أحمد فهم غلط، أكيد في حاجة مش مظبوطة، استحالة. ليه بقى؟ كلنا نعرف جيدا من هو الأستاذ أحمد عبد العزيز، الفنان الكبير النجم، أحد أهم فرسان الدراما المصرية. بنتكلم على رجل خلوق إلى أبعد الحدود، واسع الثقافة، عميق الأفكار. استحالة هيعمل كده اعتباطا أو من الباب للطاء زي ما بيتقال. وانبسطت قوي لما لقيت أن هناك خبر آخر متعلق بإزاي الأستاذ أحمد كلم هذا الشاب وراح له وزاره وجبر بخاطره زي ما بيتقال. فاللي ضايقني بقى إنه إزاي هذا الخبر، ألا وهو زيارة الأستاذ أحمد لهذا الشاب الرائع الجميل وجبر الخواطر ده، ما ينتشرش نفس الانتشار. بتغاظ انا من الحاجات دي، فقلنا طيب احنا لازم نكلم استاذ احمد بنفسه، واستاذ احمد تفضل علينا مشكورا وموجود بالهواء معانا اهو. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ يوسف. ازاي حضرتك؟ انا اقول يا استاذ احمد ما ينفعش تقول لي يا استاذ يوسف ابدا والله العظيم، زي ما كده انا جريت عليك لما كنا في احتفاليه من الاحتفاليات وقلت لحضرتك انا بحبك جدا، قلت لي وانا بحبك يا استاذ يوسف، قلت لك نفس الجمله، قلت لك انا مش ما ينفعش انا استاذ خالص، ده حضرتك استاذ الاساتذه. ربنا يخليك يا حبيبي، بس ينفع انت استاذ؟ الله يحفظ حضرتك، من يومك جميل. العفو يا فندم، ده شرف ليا يا فندم والله.
الحدوته من البدايه، يعني الحدوته كده من اول كان يا مكان لحد توتا توتا. والله الحدوته يعني حاجه بسيطه جدا، وانا ما كنتش اتصور انها زي ما انت قلت التعبير تنتشر انتشار النار في الهشيم بالشكل ده. المساله ببساطه ان انا طالع من العزاء بتاع الفنانه الراحله شيرين سيف النصر الله يرحمها ويحسن اليها، وكان قبلها بيوم مع خبر الوفاه كلموني ناس كتير من الجرايد والمجلات والمواقع الاخباريه، وانا يعني عملت العزاء والنعي اللائق بفنانه اشتغلنا مع بعض اكثر من عمل. صحيح. وكان خبر وفاتها بالنسبه لي صادم للكل بصراحه، الله يرحمها يا رب. الحقيقه وانا خارج من العزاء في مسجد الحمديه الشاذليه، لقيت جمع من الشباب واقفين بالكاميرات وبالموبايلات وعايزين ياخدوا تصريح او كلمه او كذا، فقلت لهم ما فيش يا جماعه، انا قلت الكلام ده امبارح واخدت سكتي ومشيت. لقيت حد، حسيت يعني بحد بيشدني من الجاكيت من ورا، ثم حد بيحط ايده على كتفي، فانفعلت وبصيت للي بيحط ايده على كتفي وقلت له ولا ابعد ايدك ومشيت وخلاص. لقيت بقى الفيديو منتشر هذا الانتشار، وانا لم اقرأ التعليقات، ولكن يعني وصلني من ناس كتير من الاصدقاء ومن البيت وكده انه في تعليقات كتيرة وكلها يعني، أو تعليقات منها كتير بتقول إنه يعني أنا كسرت بخاطر الولد أو ضايقته وهو من ذوي الهمم. أيوه. الحقيقة يا يوسف أنا لما التفت للشاب ده ما خدتش بالي خالص إنه هو من ذوي الهمم. أنا متأكد. وهو كمان يعني ربنا يديله الصحة ويكرمه، هو لا يبدو عليه هذا تمام. أيوة. يعني من الإعاقات الغير منظورة زي ما بيقول. أيوة. فلكن لما عرفت وكلموني الناس برضو والخبر انتشر وأصبح يعني حديث المدينة وكده، فأنا قلت يعني لأن دي مش طبيعتي أبدا. صحيح. فقلت لأحد الزملاء الصحفيين لما قال لي الولد عايز يجي لك ويعتذر لك، قلت له لو سمحت هاتهولي البيت وأنا اللي هعتذر له كمان. الله. وفعلا جاني الشاب ده حسن، شاب جميل ويعني مش عايز اقول لك حافظ اعمالي كلها. الله. بسجلها على التليفون عنده، ووراني مشهد من مسلسل سوق العصر، وفي اتنين من اخواتي الاستاذ احمد صادق والاستاذ احمد سعيد عبد الغني في من ضمن المشاهد يعني بيحطوا ايديهم على كتفي. ايوه. فقال لي انا كنت عايز اعمل كده يا حبيبي. قلت له معلش بقى يا حسن جات فيك وانا يا ابني ما فهمتش وبتاع. جاني هو ووالدته، ويعني سيدة فاضلة جدا، وقالت لي يعني ده حسن بيحبك جدا واحنا كلنا بنحبك في البيت وكذا. وانا يعني قعدت معاه وقلت له يا حبيبي اذا كنت انت يعني اخطأ خطأ غير مقصود انك حطيت ايدك على كتفي وشدتني وانا في ناس بتشد وبتاع فده ضايقني، فأنا كمان أخطأت خطأ غير مقصود إن أنا ما خدتش بالي منك، فرب ضر نافعة، ويعني أنا كمان بعتذر لك
وخلاص ما فيش اي حاجه، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صحيح، وبقينا اصحاب زي ما بيتقال. بالظبط، وقلت له خد بقى نمر تليفوني كمان. جميل والله، جميل. ويبقى كلمني علشان ما يحصلش موقف زي كده. قال لي لا ده انا كنت موجود في العزاء اللي قبل كده بتاع الاستاذ محمد فريد الله يرحمه، الله يرحمه، في مسجد الحميديه الشاذليه برضو، وحاولت اكلمك وبتاع بس ما عرفتش وكذا. قلت له لا خلاص، انت معاك نمره التليفون، كلمني في اي وقت. و يعني ان شاء الله لا يتكرر الموقف ده، وخلاص انتهى الموضوع بالنسبه لي. والله ربنا يكبر بخاطرك، يعني زي ما بتقال كده، زي ما جبرت بخاطر حسن. لانه انا حتى لما شفت الفيديو، فانا دققت الفيديو كويس، انا خدت بالي انه يعني حسن ممكن يبقى فيه عنده بعض الاحتياجات المختلفة عننا، بس ده عمر ما حد هيلاحظه غير اللي بيتفرج على الفيديو. حضرتك استحالة هتعرف، لانه حضرتك قلت ايدك ولا ورحت ماشي، وبتمشي بتمد بالخطاوي بسرعة. أيوة، فما خدتش بالك. هو بان على حسن يا حبيبي لما بدأ يتكلم بقى، وحضرتك ماشي بسرعة وطلعت لقدام. والله ما سمعت حتى. ما انا عارف، انا كنت متأكد، قلت استحالة استحالة، لانه لا، اللي هيشوف الفيديو هو اللي هيلاحظ، لكن أيوة، استاذ احمد استحالة هيلاحظ. لا ما لاحظتش فعلا. والحاجة المهمة اللي انا عايز اقولها، اولا طبعا انا اتكلمت حوالين ما يحدث امام قاعات العزاء، أيوة، من هرج ومرج وعدم احترام للموقف نفسه. يعني العزاء هو عزاء بتاع واحد متوفى يعني. أيوة. وله احترامه وله مشاعره الخاصة يعني. بيحدث أشياء يعني مش لطيفة، ولذلك أنا كنت سعيد بالبيان والقرار اللي عملته نقابة الصحفيين بمنع مثل هذه الـ الـ ما هو الحقيقة أستاذ أحمد، ده مش إحنا، يعني مش أعضاء نقابة الصحفيين ولا أعضاء نقابة الإعلاميين. حقيقي أقدر أقول لك ما بين قوسين، هو في دخلاء كتير أصبحوا موجودين على هذه المهنة، أصحاب بيبقوا ناس عاملة صفحة فيسبوك لا نعلم أولها من آخرها، وبيقرروا، وبالتالي ما بيلتزموش بالسلوك المهني. بالتأكيد. والله ما احنا دلوقتي كل واحد في ايده موبايل في كاميرا، ويقدر يصور اي حاجه ويبعت لاي حاجه دي، ويكتب اي حاجه ويبعت لاي حاجه دي. صح. يعني كل واحد اصبح يعني اصبح يعني مؤسسه اعلاميه متكامله، بيعملوا اي حاجه. المنصات بالجهاز ده، المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي بوظت لنا الدنيا والله. طبعا، وكله بقى عايز يجري ورا الترند، ورا عدد المشاهدات الاكثر، ورا التعليقات، ورا اللايكس، وكلام فاضي الحقيقه. محتاج. صح. يعني انه يتبص عليه بصه جيده ويتنظم اكثر من كده يعني. وهنا تيجي بمناسبه، انا معلش اقول جمله طبعا. لا اتفضل، بالعكس. الموضوع انا عملت كده مش من اجل السوشيال ميديا ولا الكلام ده، يعني عادي الكلام ده بالنسبه لي. ممكن حد يحبني، حد يكرهني، حد يشوفني متواضع، حد يشوفني مغرور، مش عارف ايه الكلام ده، يعني مفهوم سلفا يعني بالنسبه لي. انا عملت كده يعني علشان خاطر الشاب ده فقط، انسانيا انسانيا، ولانه واحد بيحبني يعني. صح. مش معقول واحد يبقى عايز يعبر عن انه بيحبني فانا اتعامل معاه بشكل طبعا طبعا عكسي او شكل غير لائق يعني. صح. بس فهو وخاصه لما يكون من اصحاب الهمم، لانه يعني انا تربطني بيهم علاقه خاصه ايضا، علاقه قديمه. وكم منهم كلمني وقالوا لي انه احنا هنعمل مداخله واحنا هنتكلم، وانا اقول له لا ما فيش داعي يا فلان او كده. أيوه. لان ليا فيهم اصدقاء ومعارف. أيوه. وقرايب كتير. ايوه. طب انا
انا عايز اطلب بقى حاجه بالمناسبه عشان ودي مش فاكر انا قلتها لحضرتك لما كنا اتقابلنا ولا لا. انا مسلسل الوصيه كان من المسلسلات اللي غيرت لي حياتي، ده بجد مش هزار. واتذكر وقت ما اتعمل المسلسل ده صناع العمل زي ما بنقول كده دلوقتي قالوا انه هيبقى في جزء تاني. ايوه، ما نعمل الجزء التاني ده يا استاذ احمد؟ والله هو كان مزمع فعلا عمل الجزء الثاني، ولكن وفاة الدكتور خليل حسن خليل مؤلف العمل وصاحب القصة، ايوه ثم وفاة الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ المخرج طبعا، ومؤخرا يعني وفاة الأستاذ الشاعر الكبير سيد حجاب، سيد حجاب الله يرحمه، اللي كان كاتب أغاني العمل وهي يعني أغاني عبقرية، كلمات من أروع ما يمكن. كل ده خلاص أبعد فكرة الجزء الثاني ده، بقت بعيدة دلوقتي. لعل لو اتقابلنا أعرف أقنع حضرتك، ربنا كريم، لها حل. هنلاقي لها حل. ده مسلسل عظيم وحضرتك فنان عظيم، وشرفتني جدا بالمكالمة حقيقي يعني. أنا اللي شاكر جدا، أشكرك يا فندم، ألف شكر ليك. وهل ننتظر حضرتك ضيف؟ إن شاء الله، أرجوك والله والله أرجوك. إن شاء الله أشكرك يا فندم. بس خلينا قدام شوية يعني، لو تذكر حاضر. كنا اتكلمنا وقلت أيوه. لك خلينا قدام شوية، الدنيا تروق بس شوية ونعمل كده بإذن الله. كلام حضرتك ماشي بإذن الله. أشكرك جدا يا أستاذ أحمد، كل الشكر لفناننا ونجمنا الكبير جدا أستاذ أحمد عبد العزيز. طيب زي ما قلت لكم يا جماعة اللي هيشوف الفيديو كويس، أنا بكلمكم بأمانة والله، أنا كل علاقة الفنان الأستاذ أحمد عبد العزيز هي علاقة واحد بيتفرج كان على المسلسلات بتاعته وبحب مسلسلاته يعني جدا جدا بجد مش هزار. وانا فعلا عملت كده يعني، كنا في احتفالية ما واول ما شفته رحت جري يعني، وكأني طفل صغير يعني، رحت جري وسلمت عليه قلت له بص انا بحبك جدا جدا جدا، قاعد يضحك. فالمهم فعشان كده بمنتهى الامانة اللي هيشوف الفيديو اياله كنا بنتكلم عليه ده، المسألة بالظبط كده. حسن اهو، استاذ احمد اهو، وبعدين حسن تقدم وبيقرب من الاستاذ احمد وعاوز يسلم عليه او حاجه وحط ايده عليه، الاستاذ احمد ما خدش باله من ظروف حسن المختلفه، ادي كل المساله. فطبعا اي حد هيستاء، اي حد فينا، واحد انت ماشي وحد ما تعرفوش راح مسكك من ايدك او حط ايده على كتفك وبيسحبك، فانت اكيد هتستاء. وما تقوليش انك مش هتستاء ولا حاجه وتعمل لي فيها ان انت ملاك نزل من السماء ولا يوجد اي شيء يثير استياءتك ولا يثير غضبك. حط فوق كل ده ان استاذ احمد خارج من عزا فنانه زميله صديقه وزميله عمر وعزا، طبعا هو مستاء متضايق محمل اكيد بمشاعر سلبيه كتير، وحد راح جاي شده او حد سحبه من كتفه. خلاص ده لحد كده المشهد اهو، ولا ولا ولا، واستاذ احمد مشي بخطوات سريعه جدا هنا. لكن اللي كان بيصور بالفيديو خد بالك قرب بالكاميرا جدا من حسن حبيبي، فبدأ حسن يتكلم، فعرفنا انه هو حسن يعني ظروفه مختلفة. اذا اللي عاوز يشوف بدقة هيشوف اللي انا بقولك عليه، اللي عاوز يهاجم هيبقى شايف وعاوز يهاجم، خصوصا الفيديو لما اتحط بصيغ سلبية يعني بصيغ تدفع لانك يبقى عندك شعور استياء وعندك شعور عدائي تجاه الاستاذ احمد. انا بقول لك الكلام ده عشان دي امانه تستوجب انك تشوف زي ما شفت الفيديو، لازم تشوفه بدقه وتشوف كمان الصور، يمكن احنا عرضناها على حضراتكم، ويعني علاقه الصداقه زي ما وصفناها ما بين حسن وبين الاستاذ احمد. تعالى بقى اخدك على حاجه مهمه جدا تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعدادات نادي الفروسيه لاقامه فعاليات البطوله العربيه العسكريه للفروسية. لازم نشوف التقرير ده، أنا من محبي الخيول، أستأذنكم شوفوا التقرير معايا وبعدين فاصل ونكمل الكلام. العاصمة الإدارية الجديدة هي رؤية طموحة لمستقبل أفضل لمصر،
تمتزج فيها الأصالة بالمعاصرة، حجم إنجاز كبير بدا حلما قبل 9 سنوات، لكن إرادة التحدي والبناء حول الحلم إلى حقيقة. هي تجسيد لإرادة المصريين في البناء والتنمية ورمز للجمهورية الجديدة. مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرح رياضي عالمي يعبر عن اهتمام مصر بالرياضة وتسخير الإمكانات لإنجاح البطولات العالمية التي تحتضنها المدينة. تضم منشآت رياضية وترفيهية وخدمية متكاملة، هي على أتم الاستعداد لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية العالمية. داخل نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تجري الاستعدادات لاستضافة البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 24 حتى 27 من أبريل. يضم نادي الفروسية ملاعب ذات مقاييس عالمية واسطبلات لإيواء الخيول مع خدمة بيطرية متكاملة. إضافة إلى التجهيزات التنظيمية التي تضمن نجاح البطولات المقامة عليها. تشهد البطولة أجواء تنظيمية رائعة توفر للفرسان من مختلف الدول العربية البيئة التنافسية في مدينة رياضية متكاملة الخدمات والمرافق، مستعدة دائما لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية الدولية. ازي حضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ انا من الناس اللي بتشوف ان الكتاب ده اهم منتج في حياتنا كلها، اهم منتج للبشرية. الحضارات زي ما كنت بقول لحضراتكم من امبارح كده، الحضارات تستمر وتعيش بالتدوين، فتلاقي الحضارات الكبرى في العالم هي حضارات المدونين. عشان كده اهم حضارة في الدنيا كانت حضارة المصريين، زي ما كنت بقولك بالظبط امبارح. نحن كنا ندون على كل شيء، فدوننا على ايه؟ دوننا على الحق، كتبنا متون الاهرام، معابد، مقابر، كل شيء دوننا عليه. فبقى في فرصه كبيره جدا ان احنا نعرف عن الحضاره المصريه، يعني الكتابه هي اساس الحضاره وهي عنوان للتحضر. طيب الكتاب ده اهم منتج ممكن يطلع من الذهن البشري، فما بالك لما يبقى الكتاب ده روايه؟ طيب السؤال بقى، هل بمناسبة واحنا بنتكلم عن اليوم العالمي للكتاب، هل بمناسبة الذكاء الاصطناعي وهي ثورة عظيمة محدش يقدر ينكر موجودة وبتنتشر وبتكبر ويبقى لها استخدامات أكتر وأكتر وسريعة التطور، هل من الممكن إنها تقضي على هذا المنتج الإبداعي الرواية والقصة والقصيدة وما إلى ذلك؟ ده سؤال مهم خلونا نطرحه على ضيوفنا الأعزاء. دكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، منورنا يا دكتور وشرفنا. وطبعا مينا عادل جيد الكاتب والروائي والصديق وضيفنا في الحلقة، منورنا. أهلا سيدي، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ كله تمام. ممكن أستأذن أنا أبدأ الأول بمينا يا دكتور وأسألك يا مينا، هل تتخوف من الذكاء الصناعي؟ أبدا. ليه؟ لأسباب كتير. أول حاجة هو الذكاء الاصطناعي بيشتغل إزاي؟ إحنا بنمده معلومات فبعدين بنسأله على حاجات فبيرجعها لنا تاني. وغالبا أو رأيي أنا إن الكتابة الحلوة هي اللي إحنا بنلاقيها في الكتاب ده ما بنلاقيهاش في حتة تاني بره. فإذا الذكاء الاصطناعي بيعمل إعادة إنتاج لأعمال بيغزوها بيه علشان خاطر يخرجها لنا تاني. بترجع طبعا يعني ما ماشي، موضوع قصة لطيف بس هل هي تستحق القراءة ولا لا؟ ممكن يكون عمل رواية مغامرة لطيفة ممكن تكون مسلية، بس هل هي كتابة يعني زي ما بيقولوا كتابة مجيدة يعني تستحق ان احنا نقراها؟ في رأيي انا لا.
وحاجة تاني لأني أنا ككاتب يعني الذكاء البشري غير الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي ممكن يكون أسرع وممكن يكون ما بيغلطش، بس الذكاء البشري هو يعني معقد أكثر، بيفكر بشكل منطقي، والأهم عنده حواس، هو بيستقبل العالم من خلال حواس. يعني الذكاء الصناعي ممكن يكلمني عن لمسة واحد مثلا لحبيبته في رواية بس هو ما حسهاش قبل كده، هو جمع معلومات ناس تاني حسها وحطها. فالحواس هي اللي بتفرق الأديب عن أي يعني آلة هتجمع ده. يعني في حضرتك ممكن تكون تعرف أكيد طبعا فيلم The City of the Angels، طبعا مدينة الملائكة، طبعا لما الملائكة كانوا عايزين يرجعوا يعيشوا في عشان حب الملاك حب بنته وحب يرجع. لو تلاحظ في دلالة هم كانوا بتجمعوا، الملائكة كانوا بتجمعوا في مكتبة، يعني في دلالة أنهم يعرفوا كل حاجة، يعني من قديم الأزل هم عايشين ويعرفوا كل حاجة. انما الملاك لما نزل يعني لما قابل حبيبته لما كان يعني بيظهر في حب البشريه لما لا بس لقاها مره بتاكل كمثرى فسالها طعمها ايه، يعني هو يعرف كل الحاجات بس ما يعرفش طعمها، ما يعرفش طعم الكمثرى لانه الملاك لا ياكل فانما هنا انا اقصد يعني ان هو ممكن يكون الذكاء الاصطناعي او الشيء الخارق يكون يعرف معلومات كتير جدا جدا بس ما عندوش التجربه البشريه اللي يعني ربنا ميز بيها البشر عن يعني احنا مدللين. انت قلت المشهد ده، انا بحب المشهد ده لسبب، لانه هنا لما الملاك سال الانسانه طعمها ايه فادت له خبرتها، فقالت له لما بتاكلها تحس انه في ملايين الكرات من السكر بتنفجر جوه بقك وبتستشعر بحواسك وبالحاجات اللي موجوده في لسانك الطعم الجميل ده. فهو التعبير في المشهد ده كان تعبير بالنسبة لي رائع جدا. بدأت بعد كده كل ما أكل كمثرى أحس بنفس الأحساس. الذكاء الاصطناعي، وهنا بقى هيصححنا فيها دكتور أسام، الذكاء الاصطناعي بيقدر يجمع هذه الخبرات. يعني أنا النهاردة لما أخش على ذكاء اصطناعي قوي اللي احنا بنستخدمه شخصية زي تشات جي بي تي ولا بارد ولا حاجات زي كده، هو عنده قدرة مهولة زي ما قلوا كده للولوج إلى كل ما كان مؤلفا وما هو موجود ومطروح على الشبكات، فهو بيكون وجدانه زي ما انت كونت وجدانك، وتقدر تديله بالبرومتنج أسئلة كتير. يعني افتكر انا كده بتكلم صح، بقعد أسأله وانا عايز استخدمه مظبوط، يعني بتجربتي الشخصية اسأل كتير قوي قوي قبل ما تطلب منه منتج، فانت هتقعد تسأل وهو بيدور ويطلع لك إجابات ويدور ويطلع إجابات، فأصبح في عنده وجدان ما أو عنده حصيلة ما فبيدي لي منتج، بقى المنتج يطلع روائي أو يطلع علمي دي حاجة تانية. وهنا ده سؤال، نفس السؤال اللي بطرحه لمينا، هل نستشعر خطر على الرواية على الشعر على القصة؟ هل يقدر الذكاء الاصطناعي يعمل ده؟ هو احنا عشان نرد على السؤال ده لازم نفهم الأول هو هيشتغل إزاي وهيشتغل إزاي في الحتة دي، مش هيشتغل ازاي جينيريك، لان جينيريك دي قصه يعني عايزها تقريبا 500 حلقه من هنا النهارده. فانا دلوقتي احنا في جيل اللي بدا، وحضرتك زي ما تفضلت تشات جي بي تي، مش مهم تشات، المهم جي بي تي، جينيريتيف بري ترين ترانسفور، الذكاء الصناعي التوليدي التحويلي. الذكاء الصناعي التوليدي التحويلي ده بدا انه يعمل حاجه، هو زي ما حضرتك تفضلت في مقدمة البرنامج كده، هو أغلى حاجة في الدنيا هو المنتج المكتوب التكست، الكلام، حتى ما هو الكلام في الآخر إيه؟ يعني ما هو الكلام ده منطق كتابة. أنا النهاردة فكري وفكرك، تعليمي وتعليمك، تخاطبنا، مشاعرنا، كلها بننقلها إيه؟ علمنا كله كلام في الآخر. فهو اشتغل على دي وبدأ بالتكست جنريشن، أهم حاجة قبل ما يبدأ بتوليد الصور وتوليد الفيديوهات اللي هي دي بدأت برضه. فركز على ده قوي. النقطة التانية، هل الجيل اللي موجود دلوقتي هو ده الجيل الأقوى؟ إجابة لا. لا، إحنا ما زلنا أجيال الذكاء الصناعي ثلاثة. إحنا في الجيل منها اسمه نارو إي آي أو الذكاء الصناعي الضيق. الذكاء الصناعي العام ده هيبدأ خلال شهرين ثلاثة، لسه ما جاش. الضيق اللي موجود دلوقتي بدا يتعامل مع الكتابه ازاي؟ انه زي ما حضرتك تفضلت برضو، هو انطرح له ملايين المراجع، منها ما هو ادبي وعلمي، ومنها 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 ومنها، وتعرض لكل ده.
في تدريب مكثف لسنين بقدرات حوسبية فائقة. فائقة بمعنى فائقة. والحاجة التانية اللي جنبه هو كلمة احنا بنقول عليها parameters. parameters عندنا معناها ايه؟ معناها عدد الوحدات اللي انت بتقدر تفكر بيها في وقت واحد. هو وصل في الجي بي تي 4 ل 1.75 تريليون. مش بليون، مش مليار، تريليون. وده رقم مهول مهول. حلو. احنا المخ البشري فيه مليار، ده بالتقديرات اللي موجوده في الشبكه العصبيه. فهو عدد البارامترز كبير قوي. طيب لو انت شفت تشات جي بي تي وحضرتك واضح من كلام حضرتك البرومبتنج وان حضرتك استعملته وعارفه حلو قوي، وهو بيجيب لك الردود، انت مش بتاخد بالك ان هو بيكتب الحروف الكلمات كده شمال يمين وتنيه كرها كده وهو ماشي بالشمال يمين. لانه بيشتغل ازاي؟ زي مخ حضرتك كده لما بتيجي تركب كلمه، انت بتقول كلمه وبعدين تفكر مين اللي يجي بعدها، مين اللي يجي بعدها، مين اللي يجي بعدها. هو بقى ذكاؤه في ايه؟ انه بيعد الكلمه دي احتمالات اللي يجي بعدها في الموضوع ده، لان في حاجه ثانيه اسمها مورفولوجيكال سيمانتكس اللي هو رابطها بالمحتوى وسؤالك اللي في البرومبتنج. جت كم مره؟ يبقى احتمالاتها الاعلى انهي كلمه تيجي تبقى الافضل بالنسبه للسياق دلوقتي واللي بعدها ايه دلوقتي ربطا بالمعنى. فهو هيبدا يولد محتوى. طب المحتوى ده زي ما تفضل كده استاذ مينا، في مشاعر بشريه؟ لا. في حس وجداني بشري؟ لا. الف قصص؟ الف، بس الفها قصيره قوي في المحتوى وعملها كرتون عشان مش محتاجه كذا كذا، نزلت ساوث باكست وتعمل الكرتون تأليف الذكاء الصناعي مكتوب عليها كده مؤلفة بقبل الذكاء الصناعي. هل يقدر يمشي في المشوار ده انه يعمل نص كامل كبير؟ لا. حتى تاريخه لحد دلوقتي، حتى تاريخه تمام. لكن هل في اجيال جاية هتعمل نصوص كبيرة؟ حتما فيه. الله. لان اللي موقف الذكاء الصناعي دلوقتي حضرتك هتستغرب حاجة غريبة، الطاقة. يعني ايه؟ يعني بقى في قدرات حوسبية ضخمة جدا، وفي ما يسمى الجي بي يوز اللي بتعمل القدرات الحوسبية الضخمة جدا، بس مش لاقي لها طاقة يشغلوها بيها. لأن بيقولوا دلوقتي إن على سنة 2030 الذكاء الصناعي بياخد 60% من الطاقة على الأرض عشان يشغل المخ بتاعه اللي على مستوى سطح الكرة الأرضية. لأنه ما فيش مجال تحلم بيه على سطح الأرض مش هيدخله الذكاء الصناعي. طب، زراعة، سياحة، كل حاجة تخيلها في الدنيا. الذكاء الصناعي من بدأ توليدي، أنا دايماً أي مؤتمر كده أقعد فيه أقول لهم كلمة واحدة، دي اسمها تكنولوجيا خطه من أول السطر. يعني إيه؟ يعني دولة نامية، دولة متقدمة، دولة كذا، دولة كذا، كله هيحط راسه في ده، لأن اللي مش هيحط راسه مش موجود. ومصر بدأت وحطينا تكنولوجيا. أول مرة في حياتنا نركب القطر في أوله، في أول محطة. بدأت، مفيش وزارة في مصر ما قعدناش حطينا لها استراتيجيات. في مصر. بدءا من المجلس الوطني للذكاء الصناعي اللي موجود في وزاره الاتصالات لكله. طب النصوص، وبدءا من ان احنا بدانا نحط في المعالجات في مجلس النواب دلوقتي حقوق الملكيه الفكريه للنص الادبي اللي هيطلعه الذكاء الصناعي تبقى ملك مين؟ اللي كتب برومبتنج زي ما حضرتك قلت كده هو ده يبقى بتاعه، ولا بتاع الاي اي؟ عارف حضرتك الاي اي دلوقتي تشات جي بي تي 4 لما بيطلع لك ملف وورد ولا ملف باوربوينت برزنتيشن، لما تدخل عليه من جوه في الانفو كده تلاقي بيقول لك ده تم انتاجه من قبل الذكاء الصناعي وتعمل بلغه البايثون، مكتوب جوه لغه البرمجه اللي هو انشا بيها. فاصبح حتى في تشريعات لانهم عارفين ان ده جاي. الجيل الثاني من الذكاء الصناعي الجنرال هقول لحضرتك برضو هيبقى فيه مشاعر، هيبقى فيه جزء صغير مش كبير. ليه؟ هم رايحين لحاجه اسمها مالتي موداليتي. يعني ايه مالتي موداليتي؟ يعني الشات جي بي تي بياخد من حضرتك تكست كبيره قوي، لو عرفت تديله ايمج بياخد ايمج. لكن الاجيال الجديده عايزينها تاخد من حضرتك تكست وايمج وصوت وفيديو وتتفاعل مع كل دولت زي البني ادم ما بيتفاعل مع كل دول. هو احنا حواسنا كلها دلوقتي ما هيتنقلت للماشين. حضرتك بتشوفه عنده كاميرا، حضرتك بتسمع هو عنده مايك، حضرتك بتلمس هو عنده ديجيتايزر، حضرتك بتشم هو عنده كيميكال سنسورز، كل الحواس بننقلها له. لكن احنا الخلق الرباني بتاع حواسنا ارقى. حلو. انا هستاذن هروح لفاصل وهسال على خلفيته ده، هرجع فيها مع مينا على خلفيه اللي احنا سمعناه من حضرتك دلوقتي يا دكتور اسامه.
التطور السريع جدا اللي بيحصل للذكاء الاصطناعي، حتى في اطار انه ان ربنا ادهولنا اكثر رقيا، انا خوفي دايما ان احنا بنبدا بالبعض ثم نذهب للكل. ده قلق. انا شفت مقطوعات موسيقيه معموله بالذكاء الاصطناعي وكان البرومبتنج او البرومبت انجينيرنج اللي اتعملت لها انه سمعوه مثلا كل شغل شوبان، فاديلي نفس المدرسه بس مقطوعه جديده، فطلع حاجه جديده بس هي مدرسه شوبان. يا نهار اسود، ده في كده مشكله. انا في وقت ممكن اروح اقول له ادي شغل مينا عادل جيد وعايزين نعمل كذا، وممكن يديني شغل مينا عادل جيد. الله 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 الله، فاصل ونكمل الكلام. هبدأ معاكم آخر جملة قلتها قبل ما ندخل حالا دلوقتي على هو أفلام الخيال العلمي هتطلع علينا، يعني عارف أنت الجملة بتاعت اللي عملناه في الناس هيطلع علينا ولا إيه؟ خلوني أرحب مرة تانية بضيوفي الأعزاء، دكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، وطبعا الكاتب والأديب والروائي مينا عادل جيد. وكنا بنتكلم على، شفت اللي دكتور أسامة قاله وكمان اللي قاله في الفاصل أظنه يدعو للخوف يا مينا. ممكن يعني يدعو للقلق ممكن، لكن مش الخوف رأيي. ده كل اللي حصل ده طلع يعني كأنه جينيريشن زيرو، ده احنا لسه ما دخلناش في الغميق. يعني والله ممكن يعني، بس انا مش متشائم قوي. على الاقل مثلا اللي علاقه بالكتابه اللي انا ممكن اكون بعرف فيها شويه، مش شايف ان هو ممكن برضو يكون مؤثر، لان الاسلوب ده حاجه مهمه قوي في الكتابه. وغالبا يعني مش كل الكتاب، يعني الكتاب معينين ما هو بيكون عندهم اسلوب، فمجرد بتقرا جمله تقول دي فلان، ده نجيب محفوظ، ده ابراهيم اصلان، اسلوب. وفي صوت ادبي كمان بيكون جوه، يعني انا شايف ان رحله الكاتب ان هو لغايه ما يوصل يعني بالبلد يقفش صوته، يقول يعني مصطلحات الروائيين حلوه، في صوت ادبي، في صوت، هو صوت يعني بيبقى هو ده الصوت. حاجه تاني ان الحكايه مش معلومات. يعني هو في رايي انا الفن او الكتابه، برضو اركز على الكتابه عشان تبقى عارف فيها اكتر، هو مش ايه اللي هقوله، هو ايه اللي مش هقوله. يعني ما هو جاي في تجارب، في قصص خدت جوائز في غالبا في الصين وفي اليابان، في كاتبه يابانيه استخدمت الذكاء الاصطناعي في الروايه اللي هي كانت بتكتبها عن السجون في اليابان او حاجه زي كده، استخدمتها بنسبه 5%، يعني بس استخدمتها انها جابت معلومات ما حطيتها، بس يعني 95% هي اللي كتبت. وفي راجل برضو في الصين، ده برضو قريت عنه، قدم على جائزه، وبعد ما كسب الجائزه قال لهم انا عملتها بالذكاء الاصطناعي بعد ما خد جائزه ادبيه. بس طبعا ده الخبر اللي جالنا، انما ممكن بصدر تانيه تدور شويه تلاقي ان هو قال له انا عاوز اكتب قصه كذا، فاداله قصه، انما هو اثقل القصه دي واشتغل عليها ووصل عدد الحروف من 43,000 حرف ل 60,000 حرف او حاجه، يعني اشتغل عليها، زود عليها تاني، حط عليها العنصر البشري. فمش يعني اللجنه مش يعني الموضوع جالنا على اساس ان الذكاء الاصطناعي عمل القصه والقصه فازت وانتصرت، انما هو اثقل النص ده وحرر النص ده، وممكن يكون حط فيه بلمسته حاجه الانسانيه، بلمسته الانسانيه، يمكن يعني يمكن هو ده، بس انا متاكد ان هو عمل ده، يعني هو بيقول ان هو عمل ده. في حاجه ثانيه، يعني مثلا في برضه قصه قريتها يعني عن في علماء او باحثين من كندا وبريطانيا، جابوا دخلوا على شات جي بي تي وادوا له 17 نص للشاعر الامريكي والت ويتمان، قالوا له قلد اسلوبه، رغم ان هم ادوا له 17 نص دي ما عرفش يجيب الاسلوب بتاعه برضه. لغايه اللحظه اللي احنا فيها انا رايي ان هو مش يعني ممكن يكون على المستوى البعيد ما نعرفش يحصل ايه، بس انما لغايه اللحظه اللي احنا فيها انا رايي ان الانسان الوحيد هو اللي بيعرف يعمل فن. احنا في كائنات بشريه كتيره جدا ما حدش بيعمل فن غير الانسان، في كائنات موجوده حوالينا، بس هو الانسان هو اللي بيقدم الفن طول الوقت، يعني منتج بشري، منتج ابداعي. طب انا هنا وانا برجع لدكتور اسامه، يمكن ده يبقى يجوز ده سؤالي الاخير في الحلقه، لكن انا اتذكر شفت فيلم من كذا سنه، مخرج
عنده قصة لفيلم محدش متحمس ينتجها له على الإطلاق، فقرر أنه هيقعد يخلق أو يصمم بطلة لهذا الفيلم بذكاء الاصطناعي، وبدأ يديلها مثلا لها أن يدي الذكاء الاصطناعي أنه أنا عايز المشاعر بتاعت فلانة لما بتمثل، وعايز اختلاجات الوجه بتاعت علانة لما، وعمل أول فيلم لهذه البطلة اللي ما كانتش موجودة في الوجود مجرد ذكاء اصطناعي. والناس قعدت تتفرج على الفيلم في العرض الأولي البريمير وقعدت تعيط، يعني وكأنها ادت لهم إحساس. عارف انه ده ما حصلش لحد دلوقتي. السؤال يا دكتور أسامة، هل ده وارد؟ طيب هو بداياته حصلت ازاي؟ حاجة تقلقنا دي. السنة دي أعلى ثلاثة خدوا إنفلونسرز على مستوى أوروبا، لقوا اثنين منهم شخصيتين مش موجودين في الوجود أساسا ومعمولين بالذكاء الصناعي، وكل صورهم اللي كانت بتطلع الفترة اللي فاتت وبيكتب أخبارهم وكذا 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 شخصيات غير واقعية والذكاء الصناعي اللي عاملها وكذا وكذا. وبعد ما أثروا التأثير الرهيب ده كله واللي عملوا الضجة دي كلها واللي خلقهم وعملهم نطلعهم بقى زي ما هو عايز بأشكال وصور زي ما نفسه، الدنيا اتقلبت لما عرفوا ان دولت مش موجودين في الوجود، ومحدش عرف طول الفترة دي ان دي مش شخصيات حقيقية. محدش عرف عشان محدش مخون، ولا محدش عرف من كتر اتقان التنفيذ، اتقان بتاع المرحلة الحالية دلوقتي، لان بقى في جوه الذكاء الصناعي حاجة اسمها ديسكريمينيتورز اللي هو بيقدر يراجع على نفسه ويشوف انا دخلت صورة بشرية وصورة كذا، هل انا دلوقتي قادر اميز مين البشرية ومين اللي انا انتجتها؟ الذكاء الصناعي ما بيعرفش بعد كده هو نفسه، يعني هو بيعمل خلاص الجينز اسمها كده، بدا يراجع على نفسه بقى هو يتلخبط مين الحقيقي. عارف حضرتك كده لو واحد جه زيف عمله عنده عمله اصليه وصل من دقه تزييف لما لخبطهم على بعض ما بقاش عارف مين الاصلي، هو بقى كده دلوقتي. فالشكل ده طلع من اعتقد شهر بالظبط حاجه جديده كده بس بيتا فيرجن، بتقول له اكتب لي السكريبت اللي انت عايزه بالشكل اللي انت عايزه وانا هديك الفيديو بتاع السكريبت، ووصف لي الشخصيات ووصف لي كل حاجه وطلعوا حاجات مدتها 3 دقايق. انت مش هتعمل اي حاجه، انت هتكتب سكريبت زي كده. استاذ مينا بيعمل سكريبت جميل كده بكل كل شكله وكل وصف للبطل والبطله والسينز والديكورات واللي 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 كده. تكلفه الانتاج هتنزل ازاي قدام شويه؟ خلاص تمام خلاص حلو. هتحتاج بقى انك تجيب ابطال بالاشكال اللي انت عايزها وكذا وكذا، ولا هو يعمل لك ابطال من اللي ما حصلوش؟ هيعمل لي اللي ما حصلوش بس كده بقى المهندسين الجدد هم دول اللي هتبقى اسعارهم في السماء. بالظبط. النقطه الثانيه، خلينا نقول انها عمرها ما هتروح بالشكل القوي ده قوي، وان لازم برضو انا ساعات البني ادم بيرتبط بممثل وممثله من كتر فرط ما هو نقل له احساس، فيبقى عايزه شخصيه يحس من جواه ان هو لحم ودم في الاخر. لانك ممكن تفقد التواصل لو حسيت ان ده آلة او ده حاجه مش موجوده. أيوه. فتفقد احساسك بيه. أيوه. لكن ممكن يحصل الميكس ان الاثنين يدخلوا مع بعض، يعني يبقوا الاثنين جوه سين كامل، جوه فيلم كامل، ده جنب ده جنب ده، زي ما قابلنا ان في بطل بيطلع بشخصيتين جوه فيلم وهو تكرار تاني نتيجه ان الكمبيوتر تطور جدا وقدر يحطهم جنب بعض. النقطه الثانيه، التطور اللي هيحصل بقى اللي هيقرب الدنيا دي ايه؟ حاجه بيسموها الميتا داتا. يعني ايه الميتا داتا؟ احنا بنضيع يا مينا. بنضيع والله. الميتا داتا، انا لسه كنت بكلم حضرتك في الفاصل على موسيقى كويس. بالمناسبه الدكتور اسامه بيلعب بيانو من هو عنده 6 سنين، لاحظت ان هو ثقافه موسيقيه تخض. فقلت له ايه ده، حد بتحب الموسيقى؟ قلت له انا بلعب بيانو من هو عندي 6 سنين. الله يكرمك. لما كنا بنتكلم على فيفالدي دلوقتي، انا النهارده لو سمعته موسيقى وقلت له اسمع دي واسمع دي وده اسلوبه وكذا وكذا، وقلت له ده الفلان الفلاني وقعد يتدرب عليه، بس اديتها له من غير ميتا داتا، ولا لما اديها له بميتا داتا. يعني ايه ميتا داتا؟ ايوه، يعني اقول له سمعت دي الفورسز، ده ايه؟ ده السبرينج، ده الربيع. ده الربيع ازاي؟ بص الكمانجتين اللي قصاد بعض دول عصفورتين اتنين بيغردوا، انا وصفت له. سمعت الجزء اللي دخل بالالات الهارب واللي كذا، ده الرياح لما دخلت من هنا. سمعت الجزء الملوفونيه ده بقيه الناس كلها بقوا كلهم فرحانين زي العصفورتين وطاروا مع بعض كسرب مع بعض. فوصفت له الاحساس بميتا داتا. تمام. اما اجي في المشاعر اوصف له المشاعر واقول له هنا حصل لهم كذا وهنا حصل لهم كذا وهنا حصل لهم، فاصبحت بنقل له تدريب ان انا بودي له جزء من الحس البشري كمان عشان انتاجه يبقى مقارب للي احنا نفسنا يطلعه.
المسألة تخض وتحتاج مننا المزيد والمزيد من الحديث والمناقشة، بس للأسف وقتنا خلص. أنا عايز أشكر حضراتكم جدا جدا على وجودكم معنا النهاردة. نينا عادل جيد الكاتب والروائي، وطبعا أنا بتشرف أن أنا أقول والصديق اللي منورنا في البرنامج، دكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، واللي أنا سعيد جدا باكتشافي أنه عاشق للموسيقى وبيحب البيانو من وهو عنده 6 سنين بيلعب بيانو. شوفوا بس هو بيتكلم عن المزيكا بشكل احترافي، كنا بنتكلم فيها في الفاصل، دي هتبقى حدوته تانية، ممكن نقعد مع دكتور اسامه بعد كده قعده مزيكا كمان. انا بشكرك جدا نورتنا دكتور اسامه، شكرا جدا ليكم. الوقت جري صحيح لكن الكلام ما خلصش، حالا هيكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10. اما احنا لو كلنا العمر هنقابلكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم 9. سلامات.